طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج بخور عدني الذي سنتعرف فيه على عادات اجتماعية وحرف تقليدية وصناعة شعبية في المجتمع العدني. هيا بنا في جولات ميدانية تقتربون فيها أكثر من نبض الناس وتفاصيل المهن التي تسمعون عنها دون أن تتجلى لكم أسرارها المدهشة. العشار من أنواع المخللات التي اشتهرت بها عدن، حيث يعد من المكونات الرئيسية في المائدة العدنية ولا يكاد منزل يخلو منها في عدن. وإذ يرتبط العشار بمدينة عدن، يرتبط أيضاً على وجه الخصوص بمنطقة الحسوة، وهي قرية ساحلية تقع بين مديرية البريقة والمنصورة في الشارع الرئيسي. وسط هذه القرية الشهيرة ترى على جانب الطريق محلات بيع العشار والخل كمهنة رئيسية لأهالي هذه المنطقة، توارثوها أباً عن جد وتناقلوا أسرارها الذي تميز كل محل عن الآخر. جميل جمال من أبناء الحسوة ورث مهنة صناعة العشار من والده، وعرفاناً لأبيه سمى محله المعروف بن جمال، وفيه يعرض مختلف منتجات العشار والمخللات. في زيارتنا لمحل بن جمال حكى لنا عن مكانة هذه الصناعة في منطقة الحسوة وسبب تميز هذه المنطقة دونا عن غيرها في صناعة العشار. العشار جودة التصنيع، جودة التصنيع من الخل، يعني الخل ما شاء الله هذا الخل طبيعي يعني، واستخرجه من الأجداد يعني الأشجار طبيعة واحتفاظ يعني أجدادنا بالطبيعة. والحسوة قدها ما شاء الله من زمان مشهورة بالخل والعشار يعني عن أجدادنا، ونحن أجينا ومسكنا هذا الشيء. بالإضافة إلى توارث هذه المهنة من الأجداد، هناك سببا رئيسيا متعلق بطبيعة المنطقة الساحلية الذي تكثر فيها أشجار البهش، وهي من الأشجار النادرة ومنها تستخلص مادة رئيسية في صناعة العشار والخل. طيب يتحول على العشار كله نتيجة تخليل ويعني نحطه بالبرميل كذا كذا شهر أو كذا كذا يوم، يعني نسبية الآن هذا مثلا زي ما قلت لك الآن هذا العشار بس أخذ ليم وملح وبعدين نعمل له الخل وبعدين البسباس والخلطة السرية اللي يعملوها. نحن الآن في منزل الأستاذ بن جمال، أحد أصحاب المحلات العشار المشهورة في الحسوة. طيب أستاذ بن جمال، المهنة يعني هذه اللي تعلمتها من الوالدة؟ نعم هي الذي قام، بس أنا قمت بتحضير معاكم لأن الوالدة بكبر سنها. طيب أنت تقوم أول بتقطيع الليمونة على شكل 4 أقسام. أيوة نعم. أيوة وبعدين؟ وبعدين نحط هذا الملح بالشكل هذا، افتحه حط شوية ملح هنا شوية ملح هنا. طيب الملح ليش يعني تحطه داخل الليمون ليش؟ الملح اللي هو يعني يساعده على التخليل؟ يساعده على التعقيم من أي جراثيم أولا، وثانيا على التخليل يعني اللي أخذ مدة فترة أطول يعني. طيب سعر القارورة العشار يعني من كم تروح، من كم لكم؟ تبدأ من 250 ريال إلى 2000 إلى 3000 ريال. حلو. يعني الأحجام مثل هذه العلبة يعني. طيب هذه العلبة تقريبا بكم يعني تخرج سعرها؟ هذه على النوعية، إذا كانت مشكل تخرج 800 ريال، وإذا كانت صافي 500 ريال. طيب دخلكم في هذا العشار وأنواعه يعني الدخل معقول لكم فائدة فيها؟ الدخل محدود. الدخل محدود؟ أيوة. كم الأسر المستفيدة من هذه؟ يعني حوالي أسرتين مستفيدة. يعني يشتغل أنت شخصياً؟ أنا والوالد، أنا أسرة والوالد أسرة. يعني الحمد لله فاتحة رزق وبركة. الحمد لله الحمد لله، بركة من الله. الحمد لله. طيب ممكن أستاذ تكمل نعم. الطريقة عشان أشوف بس أنت كيف تعملها؟ أولا
تعمل هكذا، نقطعها بشكل مربع. ثانيا نحط الملح، نحطه على هذا. طيب الحاجات الإضافية يعني متى تحطها؟ بعد ما يتخلل أو مباشرة تحط كل الأشياء مع بعض؟ الآن مثلا اللي هذا تحطه الخل بعد كذا كذا شهر، يعني لما يكتمل نذوقه. يعني أولا تحط الليمون زي ما حطيتها الآن. أيوة. على الملح بالضبط، وتحطها داخل العلبة هذه. هذه العلبة، وبعدين تحطها في الشمس لمدة كم؟ لمدة على الجو أقول لك، يعني على حسب الأجواء، يعني لما تشوف الليمونة ناضجة من داخل. نعم. وبعدين تبدأ بتخليلها وزيادة حوايجها يعني ومخللاتها. نعم. في حاجات سر المهنة. نعم، هذه متعلقة بالخبرة الذي مارسناها يعني من أجدادنا. يعني مش حابب تقولها؟ لا يعني من يعني بتسرها؟ طيب لو حتى لو أنا مثلا بقول السر المهنة شو تعلمه؟ مشان تفتحي محل يعني؟ لا هذه متعلقة يعني كل الشغل يعني. أنا مربوط بالمحل يعني رأسا، أنا جالس بالمحل، كل الشغل يتعلق بداخل البيت. بداخل البيت. نعم، بالتحضير. أنا جالس اللي أسوق البضاعة كمسوق يعني. يعني ما عندكش خلفية أكثر للسر هذا الذي يعمله؟ لا والله. طيب قل لي إيش أنواع العشار والمخللات، يعني زي الليم وإيش كمان؟ ليم ومانجا وجزر. طيب والمانجا كمان نفس الطريقة حقت الليم؟ المانجا ايوه بالضبط. تعملها هكذا شكل هذا، بالشكل هذا نقطعه لشريحات صغيره. هذا ايش يسمى كمان عشر المانجا؟ هذا ايوه هذا المانجا، هذا التخليل، نقطعه هكذا صغار يعني. طيب نفتح الشرايح يعني كل شريحة على حدة؟ أيوة نعم. زي هكذا. زي هذا بالشكل هذا. وبعدين نضيف لها ملح؟ تضيفي لها ملح أيوة، تعمليها بالملح وتقطيها تمام زي كذا. تطلعي الملح هذا بالشكل هذا، يكون يعني مقطي الملح بشكل تمام. تكتر الملح يعني. تكتر فيها الملح؟ تكتري الملح ايوه. وبعدين تحطيها بهذه العلبة بالشكل هذا. طيب مدتها تقريبا نفس الليمون كمان؟ يعني على حسب الجو؟ ايوه ايوه على حسب الجو يعني. ثم يكتمل نضوجها. طيب اذا نزلوا لعندك سواح، اجانب، اي حد حابب يتعلم هذه المهنة بتعلمه؟ الطريقة العشار قدها معروفة يعني كأبناء عدن كلها، زي البسباس التومة هذا معروفة بشكل طبيعي يعني لأبناء عدن، وهم يعني كمنافسة بالسوق كل واحد يبهر ما عنده من بضاعة يعني، والبضاعة عندنا يعني ذوق جيد ما شاء الله عليها، والزبائن بإقبال مستمر. طيب احنا الذي نعرفه يعني أكثر أبناء عدن يعني يعرفوا هذه الطريقة، بس أنا أقول لك إذا مثلا نزل سائح أجنبي فيك تعلمه هذه الطريقة كيف؟ لا يعني لا يمكن اني اعلمه انا، يمكن يعني اساسيات يعني اقول له ايش المحتوي يعني المحتويات على ايش وكذا. ايوه بالضبط، المحتويات الذي موجوده داخل العلبة عشان ما حد ينافسك. مش على كذا، لانه هذه يعني زي ما قلت لي سر المهنة. ايوه انا كمان. انتوا لمدة كم يعني من سنة كم انتوا على هذا الحال يعني بصناعة العشار وبيعه هذا من سنة الثمانينات كانوا اجدادنا يعني الثمانينات يعني من الثمانينات وما قبل الثمانينات يعني ما شاء الله يعني كانوا بس وكذا ومستمر ما زال لحد الان. نعم. الاشجار التي تستخلصون منها الخل ما هي اثرها الان؟ يعني هل تضررت؟ هل ما زالت موجوده وانتم معتنين فيها الان؟ بشكل عام يعني موضوع الاشجار هذا بسبب اهمال الدوله، بسبب اهمال الدوله يعني الأشجار أهملت وما فيش بقى مزارعين مثل ما كان أول. الأشجار اللي حق الليم يعني؟ الأشجار الخل، أنا نتكلم عن الخل الأساسي يعني عشان الذي تخللوا في بو يعني أيوة ما أدى إلى انقراض هذه الأشجار يعني مع باقي مكان يعني أدت إلى نقصان في الخل.
يعني بالنسبة للخل زي ما قلنا انقطاع الخل علينا بالأسواق يعني لفترات معينة بسبب يعني وقف الأمطار وهطول الأمطار والسيول الذي كانت تغذي يعني المناطق حقنا الآن توقف بشكل داوم ما أدى إلى تلف الشجر وتوسع الإعمار يعني بالمنطقة بشكل عام أدى إلى انقراض هذه الشجر يعني إلا بمكان محدود يعني مثلنا نحن الآن معانا يعني مكان من الأرض نزرعه هذا نحافظ على تراث أجدادنا. أعزائنا المشاهدين في هذه الفقرة أحاول أني أتعلم صناعة العشاب من صاحب صنعة العشاب بالجمال. انتظروني لتحضير العشاب بيدي بعد الفاصل. نرحب بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا بكم بعد الفاصل لتعليمي العشار وطريقته. طيب أستاذ بن جمال، الآن أخذت الليم، يعني أول طريقة أنني أخذ الحب الليم هكذا؟ هكذا تخليه بالشكل هذا. أيوة. وتقطعيها. لازم أبعد هذه. أيوة. وبعدين أقسمها أربعة. نعم. بشكل رباعي. أيوة. بعد ما قطعتها أحط. بالشكل هذا تكون؟ نعم. ولا الثانية تكون بنفس الطريقة يعني كلهم زي بعض؟ نعم. شكلي بنفسك يا بن جمال. نعم. أيوه يعني ما شاء الله تأدي العمل بشكل أكمل وجه. طبعاً هذا بعد فضلك وتعليمك لي. تسلم يا أيوه. طيب بعد ما نقطعه ونحط له الملح على طول نحطها داخل العلبة. نعم. تمام. طيب نحن الآن عملنا جدا يعني الشكل هذا حلو. شكرك على هذا. لا شكر على واجب، جبرتني. طيب نحن الآن عملنا الليم، يعني طبعا الآن بنعمل المانجا. أيوه. المانجا أخذها بالشكل هذا شريحة. من فين؟ ايوه بالشكل. العمل شويه متعب. نعم ثقيل الجهد يعني كبير. ونعملها زي ما قلت هكذا في الشرايح، بس طبعا حق الشرايح هني مفصوله عن بعض. مش مشكله. ونقوم برش الملح عليها. ونحطها بعدين داخل العلبة. ونتركها بالشمس زي ما قلت بعدين على حسب الجو ومخللاتها. طيب تطلع عليها يعني ظاهرة اصفرار او شيء كأنها ناضجة عشان بعدين احنا نعرف عشان نكمل لها بقية الجلدة حق الليم هذه ترطب. طيب لمدة كم يعني أحطها بشمس تقل طبعا على حسب الأجواء؟ نعم. طيب بعد ما تنضج الليم والعنبة إيش بعدين أضيف لها؟ تضيفي لها مثل البسباس الأخضر مثل البسباس الأحمر. أي يعني مكونات أساسية لهذه صناعة العشاب؟ يعني أحط البسباس الأحمر المطحون. نعم. داخلها وبسباس أخضر. أخضر كيف يعني أطحنه كمان والله؟ لا لا ما يعني على شكل شرايح. ايوه بس يعني بس اخضر واحمر. اخضر واحمر وجزار يعني على حسب يعني على لو في حسب نكهه تضيفها في العشار يعني. نعم. حق نشكرك استاذ جميل بن جمال، واشكرك كمان للتعليمي وتعليم المشاهدين طريقه العشار وتحضيره كيف، واتمنى لك ان شاء الله الازدهار والتقدم وتحسين اوضاع البلاد وخاصه اشجار الخل زي ما قلت. نعم. شكرا لزيارتكم. العفو. نروح الآن أعزائنا المشاهدين إلى سؤال هذه الحلقة. أما الآن إلى سؤال الحلقة، ماذا يسمى العشار في محافظة لحج؟ هيا بنا لنرى إجابات المشاهدين في الشارع العدني.
العشر معروف انه عشر، لكن في المناطق الثانيه او المحافظات الثانيه كل محافظه لها اسم، يعني ما يقولش عشر، له اسم مخصص يعني ثاني. ما اعرفش والله. عشر هنا عندنا يسموه عشر، بس بمحافظه 12 تقريبا. انا زرت مره عشر هناك، احنا جالسين هناك في المكان، سمعت انهم يقولوا مش عشر، يدعوا عشر عشره وحاجه زي كذا. ايش يسموها؟ والله العشار الله اعلم. العشار اعرف عشار 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 سما ما ادري الله ما ادري بسباس هو يعملوا له العشار يعملوا بسباس بس له اسم معين داخل لحد شتني شتني العشار من محافظة لحد للأسف. هنا عندنا بعدن معروف إنه عشار، لكن بلحق له اسم ثاني، إيش هذا الاسم؟ للأسف. عمرك ما زرت لحق ولا سمعت أي حد؟ لا ما عندنا خط فيه والله للأسف. ما تاكلش عشار؟ آكل عشار أكيد أكيد آكل عشار. لكن ما عندك شيء خلفية على اسم المحافظة لحق؟ في لحق مش استعيني بالأخت. يا أختي؟ لا عشار عشار بس مش داري العب بس كنت حافظة إجابة السؤال الأول كنت متأكدة منه. له اسم مختلف إيش هو؟ أعرف لأنه أنا من لحق يسموه المكبوس. أنتي من لحق؟ أيوة. سموه الإيه؟ المكبوس. متأكدة؟ أيوة. طيب نتعرف عليه؟ أم سهراب. طبعاً القال إجابة صحيحة وألف ألف مبروك معك، تستحقي معنا جائزة مقدمة من برنامج بخور عدني. شكراً. اسم المكبوس. متأكد من الإجابة؟ إن شاء الله. أنت من لحق ولا من فين؟ من شبوة. شبوة. طيب نتعرف عليك؟ عبد الله صالح أحمد الجيلاني. مبروك أخ عبد الله، ربحت معنا جائزة مقدمة من برنامج بخور عدني، ألف ألف مبروك لك. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا لهذا اليوم من برنامج بخور عدني، تعرفنا فيها على صفة العشار وخلفيته في منطقة الحسوة وما له من أهمية في المائدة العدنية. نلقاكم في حلقة قادمة وفقرات متنوعة من روائح عدن. إلى اللقاء.